مصر ترفض التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين وتؤكد أنها تنسف أي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة. عشرات الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. أبو الغيط يؤكد أن إسرائيل تهدد استمرارية الاتفاقيات في ظل تعنتها المتواصل ويحذر من اتساع رقعة الصراع. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل، أهلا بكم. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي بيتسل نيل سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة. واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه. أكد ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات أن استمرار تحرش أعضاء حكومة اليمين الإسرائيلية بمصر في التصريحات يأتي ضمن مسلسل الهروب الذي لا يتوقف منذ 7 أكتوبر الماضي ومنذ العملية الكبرى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية داخل إسرائيل. وقال رشوان إن مصر تلعب أدوارا لا يمكن الاستغناء عنها في القضية الفلسطينية ولديها من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن مصر لن تتوقف عند سحب السفير إذا حدث تهديد للأمن القومي أو تصفية القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن قضية الأسلحة التي ذكرها وزير المالية الإسرائيلي كانت في إطار محاولة تبرير احتلال إسرائيل لمعبر فلادلفيا. تتواصل جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر الاثنين لأكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لجأ أكثر من 1.5 مليون نازح إليها من العدوان الإسرائيلي، غير أن حرب الإبادة تأبى إلا أن تلاحق خيامهم. خلال نحو ساعة من القصف الإسرائيلي دمرت غارات المقاتلات وقذائف الدبابات العديد من المنازل والمساجد التي اتخذها النازحون ملجأ لهم، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى وأكثرهم من النساء والأطفال. كنا نايمين ما بنعرفش ايش فيه، فجأنا بإطلاق نار كثيف. بالأول إطلاق نار إطلاق نار إطلاق نار، ايش فيه ما بنعرفش. فجأة صار قصف مش طبيعي في الدور. طبعا شيء مرعب جدا. ناس آمنين حكوا لنا إنها منطقة آمنة وجينا فيها المنطقة الآمنة وهي اللي صار. في شهداء، في بيوت مدمرة، وهي اللي حصل يعني. أهلي نايمين، نزحنا من غزة، تجرنا في حاصل وقاعدين في أمان الله. تقتل أهلي ليش وهم نايمين؟ أطفال، أنا إلي من الفجر لهلقيت وأنا بلف أشلاء أهلي.
كل هيدو انقطع، مش عارف اتعرف على اهلي، بتعرف من اصبع رجله، من اصبع ايده. الهجوم غير المسبوق على رفح ياتي وسط تحذيرات من مختلف الجهات والمنظمات الدولية من ان اي عملية برية اسرائيلية في مدينة رفح سيكون لها نتائج كارثية وستسفر عن استشهاد الاف المدنيين. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد امر جيش الاحتلال بالتحضير لهجوم على رفح مع توفير ممر امن للنازحين لمغادرة المدينة من دون ان يحدد المكان الذي يمكنهم اللجوء اليه. وردا على مطالبة المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية للامم المتحدة بالمشاركة في اجلاء المدنيين، قال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة إن الأمم المتحدة لن تشارك في عملية التهجير القسري للسكان في رفح، كما أكد أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة لنقلهم إليه، كما شدد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي وحماية المدنيين. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين وجندي في معارك بقطاع غزة، وأوضح أن القتلى وهم قائد كتيبة في الاحتياط ونائب سرية وجندي قتلوا في تفجير مبنى مفخخ جنوب غزة، وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدأ 7 من أكتوبر إلى نحو 570 قتيلا. أكد الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط أن إسرائيل أصبحت تهدد استمرارية الاتفاقيات التي وقعت معها خاصة في ظل التعنت الإسرائيلية. وحذر أبو الغيط خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات في دبي، حذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. الجانب الإسرائيلي، وهذا تصريح مني شخصياً وقد أمضيت ما يقرب من 60 عاما في متابعة السياسة الخارجية والوضع الإقليمي وسياسة إسرائيل، إسرائيل بتصرفاتها الحالية أصبحت تهدد استمرارية الاتفاقات التي وقعت معها وبالذات من دولة مثل مصر ودولة مثل الأردن. التفكير الإسرائيلي في فرض نقل الفلسطينيين خارج أراضيهم سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وبالتالي إخلاء هذه الساحة للشعب الإسرائيلي، هذا معناه مواجهة لألف عاما قادمة، وبالتالي عليهم أن يعقلوا وأن يتراجعوا عن هذه السياسات. وأتصور أن من الضروري والحيوي إن لم يكن أصبح الأمر اليومي أن الولايات المتحدة تأمر إسرائيل بالتوقف عن هذه السياسات، وإلا فإن الشرق الأوسط سيلتهب بشكل غير مسبوق. مع الأمين. قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ناقشا أهمية الاستقرار في الضفة الغربية والشرق الأوسط على نطاق أوسع. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أيضا خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف. تتواصل جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل النيل للأخبار عبد الحميد صقر. عبد الحميد، كيف تتابع اصطفاف الشاحنات المتجهة لغزة بطريق مصر الإسماعيلية؟ أحييك وأحيي كل مشاهدينا هنا من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية والقيادة السياسية للاطلاع بدورها التاريخي كما عودتنا دائما مصر تقف بجوار إخوانها من الأشقاء
في جميع المحن، خاصة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية منذ الأزل. اليوم وصفت أكثر من 500 شاحنة تحمل ما يقرب من 8500 طن تقريبا من المواد الغذائية وأيضا الطبية والإغاثية المساعدات الإنسانية العاجلة، اصطفت هنا على هذا الطريق، طريق مصر إسماعيلية الصحراوي بجانب الكارتة الخاصة بطريق الإسماعيلية. أكثر من 500 شاحنة اصطفت منذ الساعة 2 فجر اليوم وللتأهل للخروج إلى طريقة إلى غزة متجهة، وتحمل معها تلك المساعدات العاجلة لمساعدة أشقائنا الفلسطينيين داخل غزة. تلك الشاحنات مقدمة من أكثر من 32 كيان في هذا التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والبناء بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي يعني كانت متواجدة على مرأة ومسمع من الجميع هنا من الساعات الأولى من صباح اليوم، وقدمت كل المساعدات الخاصة من خلال مدراءها، وأيضا الشباب الذي تطوع أكثر من 20,000 شاب تطوعوا في هذه المساعدات، وقدموا المساعدات الممكنة لرفع تلك المواد الغذائية وأيضا التمويلية. كما ترى مع الكاميرا الآن هذه الشاحنات بدأت تتحرك، وهي الآن تتجه نحو المعبر من هنا من البوابة الخاصة لعبور الطرق بطريق الإسماعيلية، متجهة إلى طريقها إلى غزة، وتحمل معها كافة المساعدات اللازمة سواء من مساعدات طبية، مساعدات إغاثية، مساعدات أيضا غذائية، هناك المواد الجافة والمعلبات، وأيضا اللحوم والجبن والألبان والمياه المعدنية، والتي يقدمها شعب مصر لأشقائه الفلسطينيين في غزة مساعدة من هم وقوف بجانبهم في محنتهم الحالية. أؤكد لك زميلتي العزيزة، قنوات عديدة وإعلامية حضرت منذ الصباح الباكر محاولة لإيصال هذه الصورة الإيجابية التي دائما ما نتحدث عنها ونقدمها على مدار الساعة في معبر رفح، وتلك وصال تلك المساعدات العاجلة لأشقائنا الفلسطينيين، تأكيدا على أن مصر والمصريين والحكومة والقيادة السياسية بجانب وبجوار القضية وتساند القضية الفلسطينية وبجوار الشعب الفلسطيني على مدار الساعة. الآن وقد بدأت تحرك تلك الشاحنات، أكثر من 500 شاحنة، منها ما هو خاص ببعض المؤسسات الخيرية وأيضا بعض بنوك الطعام وأيضا بعض المؤسسات الكبرى التي تعمل مع المجتمع المدني لإيصال تلك المساعدات إلى شعب فلسطيني شقيق. أكثر من 6,000 قاموا من خلال حوالي 20,000 من الشباب المتطوع قاموا بتدشين تلك القافلة اليوم، وهناك أكثر من 200 شاب من صناع الحياة أيضا موجودون هنا مع تلك القوافل لإيصالها إلى منفذ رفح، لإيصالها أيضا إلى جانب الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بدوره إلى إيصالها لجانب الهلال الأحمر الفلسطيني. عمل كبير، ويعني على مدار الساعة رأينا هذه العملية تقوم من أجل رفع الروح المعنوية للشعب الفلسطيني من خلال تلك المساعدات، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني في قلب وعقل الشعب المصري الشقيق، وأنهم دائما معهم لحظة بلحظة ولم ينسوا الشعب الفلسطيني في محنتهم. هذه هي تحية سفيرات الشاحنات التي انطلقت نحو بوابات العبور هنا في طريق الإسماعيلية لعبورها نحو إيصال الوصول إلى طريقها إلى غزة بإذن الله تعالى وإلى منفذ رفح البري، والتأكيد على أننا جميعا لحمة واحدة وأننا جميعا في كيان واحد ونقف معا يدا واحدة بجانب الإخوة الفلسطينيين في محنتهم. مراسل قناة النيل للأخبار عبد الحميد صقر، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. حض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حلفاء إسرائيل وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية على وقف تزويدها بالأسلحة في ظل مقتل عدد كبير جدا من الأشخاص في غزة.
وأضاف بوريل: إذا كان المجتمع الدولي يعتقد أن هذه مذبحة وأن عددا هائلا من الناس يقتلون، فربما يتعين عليه إعادة التفكير في تقديم الأسلحة. وانتقد بوريل الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة إجلاء أكثر من 1 مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح في غزة. شن مستوطنون إسرائيليون هجوما على منازل فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن المستوطنين أشعلوا نيران في عدد من المركبات داخل البلدة. على صعيد متصل، فرضت بريطانيا عقوبات على 4 إسرائيليين قائلة إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وتفرض بريطانيا بموجب هذا الإجراء قيودا صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة الذين قالت إنهم متورطون في انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان. أعلن الجيش الأمريكي أن الحوثيين أطلقوا صاروخين من اليمن نحو سفينة ستار إيريس بمضيق باب المندب كانت متجهة إلى إيران. وأوضح الجيش أن السفينة صالحة للإبحار بعد تعرضها لضرر بسيط ولم يصب أحد من الطاقم. وأفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ناقلة البضائع استهدفت بصواريخ في حادثتين منفصلتين استهدفت، وذلك في غضون 20 دقيقة. ورد أنها أصيبت وتعرضت لأضرار مادية، لافتة إلى أن السفينة كانت على متنها فريق أمني مسلح خاص. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بالصواريخ بلدة طوسة جنوب لبنان. يأتي ذلك بينما أصيب مسؤول محلي من حزب الله بجروح جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة مارون الرأس بمدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وفقا لما أفاد به مصدر أمني لبناني. وأفاد شهود عيان عن تضرر السيارة التي اخترقها صاروخ على الأرجح وأحدث فجوة بها. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة. يأتي ذلك في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارسي الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل. شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية
على الجهد المبذول في الإعداد للبحث، مؤكدا على أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في نظم الإعداد والتدريب الواقعي للفرد المقاتل، وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة بما يعزز من الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسؤوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة. وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريا وتعجيل استحقاق العلاوات الدورية. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون لزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة لزيادة حد الإعفاء الضريبي بمقدار 10000 جنيه لكل الممولين. انطلاقا من واجب الدولة تجاه مواطنيها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة ولتخفيف العبء عن المواطنين، جاءت موافقة مجلس النواب وبشكل نهائي على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة في أعقاب حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب إقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وكذا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، هذا إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. الموافقة طالت أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين العاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف. وكان المجلس قد وافق في بداية الجلسة وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين. موافقة مجلس النواب وبشكل نهائي على عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية تأتي في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية، كما أنها تأتي انطلاقا من واجب الدولة تجاه مواطنيها. من مجلس النواب محمود إسماعيل، النيل للأخبار. ختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. مصر ترفض التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين وتؤكد أنها تنسف أي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة. عشرة شهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. أبو الغيط يؤكد أن إسرائيل تهدد استمرارية الاتفاقيات في ظل تعنتها المتواصل ويحذر من اتساع رقعة الصراع. تقبلوا تحياتي، نهاية النشرة. We'll be right back.